أخبار اليوم نشرة الأخبار، أهلا بكم. الرئيس السيسي يستعرض مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بالرئاسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تتيح من فرص واعدة لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي، مؤكداً على قدرة تلك الصناعات على الانتشار الأفقي وما يوفره ذلك من فرص تنموية واعدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. القوات المسلحة مقتل 29 تكفيريا وضبط 550 كيلو مخدرات. وصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون. وأسفرت نتائج عمليات القوات المسلحة التي جرت بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على 29 فردا من العناصر الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، بالإضافة إلى القبض على 4 آخرين من المشتبه بهم. كما نجحت عناصر القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير 550 كيلوغرام من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط. السعودية تقطع علاقاتها بإيران وتطرد دبلوماسيها. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما قررت طرد دبلوماسيها من المملكة، فيما قامت دولة البحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية أيضا بينها وبين إيران. وقال الجبير إن الاعتداء على السفارة السعودية والقنصلية السعودية يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يحمل سجلا طويلا من الاعتداءات على السفارات، حيث إن الإيرانيين اعتدوا من قبل على السفارتين الأمريكية والبريطانية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد لشرح ملابسات الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية. تفجير يستهدف آلية إسرائيلية بمزارع شبعة، والاحتلال يرد بقصف لقرى بجنوب لبنان. وقع تفجير استهدف آلية عسكرية إسرائيلية في عمق مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. وقال مصدر لبناني مطلع من جنوب لبنان إن التفجير وقع بواسطة عبوة ناسفة واستهدف سيارة إسرائيلية. وأشار المصدر إلى أنه فور وقوع التفجير ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف لقرى القطاع الشرقي بجنوب لبنان. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شتوي معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين 3 أمتار إلى 3.5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين 1 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.